تعتبر اللعبة الشعبية الأولى، وهي من أقدم الرياضات التي تواجدت في بلادنا الحبيبة عمان. كانت تلعب في الحواري والممرات والشوارع قبل النهضة المباركة، وبعد النهضة المباركة صرف عليها الكثير من الأموال. 42 سنة وهي بدون تحقيق إنجاز آسيوي أو عالمي، فقط إنجازات خليجية. يعني لو صرفت هذه الأموال على إحدى الألعاب الجماعية كنا شفنا لعبة نفتخر بها خليجيا وعربيا وآسيويا وعالميا. إنها معشوقة الجميع كرة القدم. معروف معروف لعبة شطارة وفن، موصوف 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 من اللي ما ينكر من. معروف 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 لعبة شطارة وفن، موصوف 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 من اللي ما ينكر من. من اللي ما ينكر من. المعاصرون للكرة العمانية يقولون أنها كانت ما قبل الحرب العالمية الثانية، والبعض الآخر يقول أن الإنجليز هم الذين أوجدوا الكرة في الخليج ومن ضمنها عمان، وكانت مسقط هي بداية انطلاقة الكرة العمانية. فالعمانيون الذين ذهبوا إلى الخارج بغرض العمل أو الدراسة كان لهم الفضل في تنظيم الكرة من خلال المشاركة في تكوين الاتحاد العماني، وخاصة نادي الطليعة مع أندية مسقط وقطبي الجنوب، نادي ظفار والنصر، وكذلك بعض الجاليات الآسيوية التي ساعدت في انتشار لعبة كرة القدم. وعند ظهور نادي عمان في عام 1942 الذي كان يطلق عليه باسم نادي مقبول، أخذت الكرة شكل آخر من خلال التنظيم الإداري، ومن ثم انتقلت إلى أندية السلطنة الأخرى، وإلى الآن الأندية العمانية تبحث عن نفسها. منذ بداية فجر النهضة المباركة في عام 1970 أولت الحكومة على الالتزام بالشباب العماني رياضيا وخاصة كرويا، ومن ثم تم إشهار معظم الأندية العمانية تحت إشراف دائرة شؤون الشباب التابعة لوزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب، والتي نظمت المسابقات الكروية مثل الدوري العماني ومسابقة كأس جلالة السلطان المعظم. وكذلك الاهتمام بالمنتخب الوطني في المشاركات الخليجية العربية، حيث أنه قبل سنة 70 كان لدى المنتخب العماني فريق شارك في البطولة العربية في بغداد عام 1966، ومن ثم شكل منتخب ثاني في عام 1974 للمشاركة في كأس الخليج الثالثة بالكويت. عربي تتلو صداه الرسوم وبحار تغفوها. وفي عام 1978 تأسس أول اتحاد عماني لكرة القدم، وكان على رأس الهرم المغفور له السيد فيصل بن علي آل سعيد وزير التراث والثقافة، واستمر 5 سنوات إلى أن تم إعادة إشهار الاتحاد العماني لكرة القدم رسميا في 26 يونيو عام 1983. ويعد مولانا السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أول رئيس لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم. وقبل إشهار الاتحاد كان الاتحاد العماني عضو في الاتحاد الدولي والعربي، وكذلك في عام 1980 أصبح عضوا في الاتحاد الآسيوي، وتوالت الإدارات على اتحاد القدم بدون إنجازات آسيوية ولا عالمية، فقط إنجازات خليجية. وحاليا على رأس الهرم في الاتحاد العماني الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد، والأستاذ محسن بن حمد المسروري نائب أول رئيس الاتحاد، والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي نائب ثاني لرئيس الاتحاد مع أخوانهم أعضاء مجلس الإدارة. الاتحاد العماني لكرة القدم ينظم بطولة الدوري العماني لنادي ظفار أفراح، بطولة كأس السلطان المعظم بعد 11 سنة صور دوري المراحل السنية، حاول فيها نادي السيب من أجل أن يحقق لقب بطولة كأس الاتحاد العماني، بطلا لبطولة التتويج الشباب، بطلا لبطولة وبطولة السوبر العماني، رفع الكأس والاحتفاء بالكأس، دوري كرة القدم الشاطئية، دوري كرة القدم الصالة النهائي، والساعة 5 أيضا بعدها مباشرة راح تكون أيضا مباراة. يعتبر نادي ظفار نادي القرن في عمان بشهادة الاتحاد الأسيوي، وهو صاحب أكثر الإنجازات المحلية على مستوى الدوري والكاس، ويأتي بعده نادي فنجة.
فصول نادي بنجا على المركز الأول في بطولة أندية مجلس التعاون في عام 1989 في البحرين. المجلس التعاون لدول الخليج العربي للكابتن طالب هلال ويسلم للسيد خالد بن حمد البوسعيدي. فصول نادي عمان على المركز الثاني في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية في عام 1994. وحصول نادي ظفار على المركز الثاني في بطولة أندية مجلس التعاون في البحرين عام 1995. وصولها عمر سالم. وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدون يعلن حكم المباراة بدقيقة 48. وصول نادي الظفار على المركز الثاني في بطولة أندية مجلس التعاون في الإمارات. محاولة تسديد كرة. الله الله، هذا ما كنا نتخوف من حصول نادي على المركز الثاني في بطولة أندية مجلس التعاون في التعاون لصالح المنافسين في الوقت بدل الضائع. كذلك حصول نادي ظفار على المركز الثالث في السعودية وفي الإمارات، وحصول نادي مسقط على المركز الثالث في الكويت. كلها إنجازات خجولة بسبب ضعف الكرة العمانية. إنجازات الكرة العمانية: المنتخب الأول، فوز المنتخب الأول بكأسي الخليج في مسقط عام 2009 وفي الكويت 2017، الفوز ببطولة البحرين الدولية عام 2004، الفوز ببطولة عمان الدولية الرباعية 2008. ظفر ظفر تسديد قوي، جول حلوة بأن المنتخب العماني يصل إلى مرمى إبراهيم برزابور من انفراد. الفوز ببطولة اليمن الدولية الرباعية عام 2010، والفوز ببطولة الاستقلال في عام 1994 في قطر. إنجازات منتخب الشباب والناشئين: حصول منتخب الناشئين على المركز الثالث في كأس فلسطين في اليمن، فوز منتخب الناشئين بالمركز الثالث في كأس آسيا في قطر، فوز منتخب الناشئين بالمركز الأول في تايلاند عام 1996، فوز منتخب الناشئين بالمركز الأول في فيتنام عام 2000 على المستوى العالمي. حصول منتخب الناشئين على المركز الرابع في بطولة كأس العالم في الإكوادور عام 1995، حصول منتخب الناشئين على المركز السابع في بطولة كأس العالم في مصر عام 1997، المشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين في تريناند وتوباغو عام 2001. كذلك الكرة الشاطئية لها إنجازات، فهي تأهلت إلى كأس العالم أكثر من مرة وفازت بكأس آسيا كذلك أكثر من مرة. منتخب الصالات يتأهل إلى كأس العالم كذلك أكثر من مرة. وهنالك لاعبون كانت لهم بصمة في الكرة العمانية: محمد بن عامر الكثيري، أول لاعب خليجي عربي آسيوي يشارك في فرعة كأس العالم في فرنسا عام 1998، واللاعب يعقوب إسماعيل، أول لاعب يحمل كأس آسيا عام 1996، المرحوم غلام خميس، أسطورة عمان، اللاعب علي الحبسي الذي رفع علم عمان في الملاعب الإنجليزية. لا تنسوا الاشتراك في قناة بدورة.